السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما لاحظنا انه احنا وصلنا الى انه عملنا الكونفيجريشن لمثلا for example بالكوين كركوك. I think this one. اوكي. لاحظنا كيف انه احنا كل نوت من هذه البيرز اللي موجودة اللي هو نايبر وضعنا على البي جي بي كوميونيتي. لاحظ ايضا انه احنا في الاوت فلتر ما عندنا غير مكان واحد فقط انه احنا نضيف فيها الكونديشن الحالات او الرولز اللي احنا نضعها، ما نستطيع انه نضيف واحد اخر. طيب في حالة انه احنا عندنا اكثر من رول، اوكي طبعا انا ممكن احذف هذا، اوكي هرجعها مثل ما كانت واحذف هذا. اوكي في حالة انه انت عندك اكثر من رول او تريد انه تعمل عليها ابديت، طبعا عندك طريقه انه تيجي للانستانس وتعمل دبل كليك، تلاحظ انه هنا انت عندك الاوت فلتر. استطيع انه اني من هذا المكان اختار البي جي بي كوميونيتي. اوكي هذا بمعنى لما اجي اعمل ابلاي اي نود اي بير اي نايبر موجود من ضمن هذا، خلاص اوتوماتيكيا هو حيعمل تنفيذ على كم نايبر انت عندك، حياخذها اوتوماتيكيا. طبعا احنا لو نجي على مثلا هنا احنا عندنا السليمانيه او اربيل، اوكي لاحظ في اربيل مثلا ال 30 او ال 31 اتصور كان، لاحظ no export لا زال موجود، يعني بمعنى انه بياخذ الافكت. حتى في السليمانية نلاحظ no export، بمعنى انه احنا نستطيع نعمل رول عن طريق من؟ عن طريق الاوت فلتر. مش شرط انه احنا نجي واحد واحد نضيف له رول. طيب انت حتسأل اوكي طيب فائدة انه احنا نضع واحد واحد هنا؟ لما تيجي تضع رول اذا حبيت انه انت تعمل تعديلات، مثلا انت عندك تعديلات على سليمانية مثلا، تستطيع انه انت تعمل دبل كليك وتضيف الرول الجديد. اوكي تضيف الرول الجديد بمعنى انه حيكون انت عندك الرول هذا حيتنفذ على الكل، كذلك انه كل واحد منهم ممكن انه انت تخصصها ب بي جي بي كوميونيتي خاص لهذا النود. أضف إلى ذلك أنت تستطيع أيضا أنه مثلا إحنا هذا الراوت حنعمله ريفلكتور بكركوك، وهذا أيضا حنعمله ريفلكتور. أوكي لاحظ حيعمل آيدل ويرجع. طيب شيء آخر ممكن إحنا نشرح عليها، ممكن أنه مثلا هنا عندك TCP MD5 كي، ممكن أنه أنت تعمل بين راوتر وراوتر تشفير، تشفر الربط بين الرواتر. يعني مثلا تضع 1 2 3 4 5 تضغط على اوكي، طبعا حيعمل ايدل ديسكونكت. لازم تذهب لي اربيل، في اربيل نفس الحالة بالبير مع كركوك تجي تضع له باسورد اللي هي 1 2 3 4 5، بك حالة حيتشفر KMD5. اوكي حيرجع مرة اخرى استابلشت، تمام رجع الرابط. يعني ممكن انه انت تستخدم هذا الشيء. ممكن ايضا انه مثلا هنا انت عندك مثلا في كركوك، ممكن انه انت تحدد البورت. لاحظ هو البورت البي جي بي الديفولت بورت هو 179. طبعا في بلاتفورم اخر مثلا المايكرو السيسكو، في سيسكو ما تستطيع انه انت تحدد البورت، لكن انت عندك هنا في مايكروتيك ممكن ايضا تحدد الريموت بورت ايضا، لكن انا ما راح اغيرها. اوكي فقط المعلومه ان انت تستطيع تغير البورت. اوكي في عندك ايضا الماكس بريفكس ليميت، بمعنى انه لما طبعا انت تحدد هنا النمبر عدد البريفكس اللي يستقبلها هذا الراوتر، طبعا تقدر تعطي له اي رقم. اوكي 10 20 هذا الفكره من عنده، انه انت ما راح يكون عندك قائمه طويله بالراوت ليست، انه انت تحدد عدد البريفكس اللي يتقبله. طبعا الماكس بريفكس ريستارت تايم هذا ايضا عائد لمن عائد الاعلى، اوكي التايم مالته. فممكن انه انت
تغير فيها. طبعا بقية الفيتشرز عايدة لمواضيع أخرى ما نستطيع أن نشرحها الآن، لأنه لازم مثل كيف أقول لك، يعني يحتاج أربطها مع موضوع آخر. ففي مجموعة شغلات اللي أنا مشرحتها هذا حنقلها على موضوع آخر لأنه هي مربوطة مع موضوع آخر، فما ينفعنا أن نشرحها. طيب، إذا شيء آخر ممكن أنا إذا أعطيك فكرة عنه، أنه إنها في الديفولت لما ترجع للإنستانس تلاحظ أنه إحنا شرحنا ذولا، بس في عندك أيضا كلاستر آي دي. الكلاستر آي دي الفكرة من عنده أنه أنت إذا مثلا نرجع هيك شيء، مثلا تحب أنه عندك، أو مثلا خلينا نعمل واحد جديد discard، عندك مثلا هنا راوتر وهنا راوتر وهنا راوتر، أوكي بهذا الشكل، أوكي، وهنا في عندك أيضا مجموعة رواتر. حلو. طيب، تعمل كونكت بينهم مثلا ليكون الرواتر بهذا الشكل، يعني مربوطة بهذا الشكل. طبعا أنت على حساب النوع تريد تعمل الكونكت إلها، مش شرط. مثلا هذا مع هذا هيك شكل. فأنت بهذا الحال أكيد حيجي في بالك أنه أنت حتعمل هذا ريفلكتور وهذا أيضا ريفلكتور، صح؟ كراوات الريفلكتور، لأنه بما أنهم مربوطين بهذا الراوتر، خلاص هذا الراوتر حيكون ريفلكتور كافي أنه يعطي الانفورميشنز لهم. كلاستر، موضوع الكلاستر أنه أنت ممكن تضع هذا الراوترين، أوكي، طبعا كنترول زي، تضع هذا الراوترين في كلاستر واحد، اوكي. طبعا اكيد انه هم بيناتهم الربط ايضا، اوكي، يعني بين هذا الراوتر اللي هو انت عملت ريفلكتور وهذا ايضا عملت ريفلكتور، فتستطيع انه هذول الاثنين تضعهم في كلاستر واحد، اوكي، يعني واحد من عندهم يشتغل والاخر اذا بده يشتغل الاثنين كريفلكتور، في حالة الفيل اوفر ايضا ممكن انه يشتغل مع بعض، ما عندك مشكلة هنا. فاذا انت ممكن انه تضعها في كلاستر، هذا فكرة الكلاستر، واكيد هذا اعطيك فكرة عنه، احنا حنشرح بالتفصيل لكنه ايضا داخل لموضوع اخر. فذاتس ات. وهذه المواضيع الاخرى اللي هي ريدستريبيوت للرب والاذر بي جي بيز، هذا ايضا كل شيء فيها ما شرحناها لانه تعلق بمواضيع اخرى لازم نشرحها. فاذا هذا فكره بسيطه عن بعض الفيتشرز، بعض البارامترز اللي او اتريبيوتس اللي موجوده في المايكروتيك في البي جي بي، اوكي. بهيك حال احنا كملنا موضوع البي جي بي. مواضيع شرحناها في البي جي بي طبعا ما تجيك في الامتحان بهذا الشكل، حتجيك بشكل مبسط جدا 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 وسهل جدا جدا جدا، يعني حتضحك عليها لانه هم يعطوك شيء على قد الشهادة. انت تعرف دائما انت لما تاخذ الشهادة هو فقط البوينت انه انت عندك هذا الشهادة، that's it، انتهى الموضوع. لكن احنا، انا دائما احب لما اعمل الشهادة اعطي معها خبرة ايضا، يعني اشياء اللي انا تعلمتها ايضا. ليه؟ لانه انت اكيد بالنسبة للشركات هو المهم عنده انت سواء افتهمت ما افتهمت انه انت تنجح في الامتحان، هذا هو اهم شيء عنده وخلاص. بس بالنسبة لي لا، انا مهم عندي انه انت لما تقرأ هذا انا ما اعطيك شهادة، صح؟ فاذا بالمقابل لازم اعطيك شيء اخر اللي وهي الخبرة، انه انت اليوم تشتغل في شركة اتصالات او تشتغل في شركة انترنت موجود في دولتك، اكيد حتى لما تيجي تبحث عن تعيين او فتشي لازم يكون عندك خبرة، لازم يكون عندك شيء تتميز بها عن بقية المتقدمين لهذه الجوب او تختلف عنهم، بانه انت عندك مجال واسع انه تستطيع انه تربط رواتر كبيرة ونيتوركس كبيرة وتفهم هذه الاشياء. فهذا هو البوينت اللي انا دائما اوضحها في الدورات. ممكن الدورات عندي تكون هي اطول دورات الموجوده في اليوتيوب، بس لكن هذا في الاول وفي الاخر من مصلحتك انت، اوكي. اليوم لما تكون الدورات طويله من مصلحتك انت، لان الاستاذ ممكن يقصر الدورات، ممكن يعملها 10 او 11 او 12 فيديو وانت تفرح انه انت عندك 11 فيديو خلصت، لا تتصور. بالعكس، لما ينتهي الدوره مفروض تحزن، لانه انا دائما اقولها لما ينتهي الدوره من استاذ لازم تحزن، لانه معناته انقطع عنك، اتوقف عنك سريان المعلومات اللي راح يعطيك اياها في هذا المجال. يعني مايكروتك من تخلص انتهى، بعد انا وقفت، ممكن اضيف اشياء اخرى، صح؟ بس انا مثل موعدة انه احنا حنشرح جميع شهادات المتعلقة في المايكروتك ان شاء الله خطوة بخطوة. وعدناكم بالدورة الاولى
وعملنا الشهادة الأولى، والآن بدنا نعمل بالشهادة الثانية. لهنا احنا حنوقف ونكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة.